الآن الدرس الثالث lesson 3 مصطفى. We will learn small letters from A to G. مرة ثانية الدرس نعم. الفاتت نحن عملنا مواصلة رقم 2. أيوة. الأستاذ يقول hello girls، يعني هناك قال شنو good morning boys. Yes. هنا قال hello girl، ممكن يقول hello، ممكن يقول good morning في الصباح، يقول good morning hello تحية عادية في أي وقت. نعم. وممكن لو محدد girls معناه للبنات. نعم. وهنا شنو؟ وهنا listen sing and read، يعني برضو حيتعود، برضو الطالب يعيد يقرأ الحروف. يلا إيمان الحروف دي ايه دقيقة بي. أنا بأشر على الحرف. ها ايه بي تاني سي دي اي اف جي. إذا الطالب أيضا يعني يقدر يسمع الحروف ويقرأها تاني بعد ده. هنا copy and complete. يعني الآن عندي مربعات فاضية بالنسبة للطالب، أنا عايز هنا بادية بـ A ومنتهية بـ G، فيكتب أو ينسخ من هنا، يشوف الحرف اللي بعد الـ A شنو يكتبه هنا، والحرف اللي هو B وبعد الـ B C يكتبه هنا، وتحت في D بعد الـ D يشوف في شنو يكتبه هنا وإف، عشان يكون الطالب تعود يحفظ الحروف مرتبة كده لحد جي، ويعرف يقرأ ويعرف يسمعها كثير عشان نقدر يقرأها. ده حكتبه في كراسة. أيوة. وتحت هنا find the letter. أيوة. الآن في إكسرسايز ده الطالب حيبحث أو يجد الحروف في الكلمات دي. يعني هنا مثلا شنو؟ هنا عندنا حرف السي جاكيت، وفي الـ A برضو. نعم في A برضو. وهنا يعني يقدر يعرف يجد الحروف داخل الكلمات، الحروف اللي تعلمها دي اللي هي من A ل A. وبرضو في جاكيت عندنا الـ E. أيوة. وتحت هنا شنو؟ وهنا copy each letter 10 times in your exercise. أيوة. الآن أنت كطالب تفتح الإكسرسايز بوك، تكتب كل حرف 10 مرات. نعم. وتتدرب انك تقدر تكتب الحروف دي بصورة كويسة في كراسة الانجليزي، وإلى لقاء في درس آخر.